السلام عليكم. نبدأ معكم هذه الساعة الإخبارية من تطورات الوضع في لبنان، حيث قالت مراسلة الشرق في لبنان إن مسلحا يحتجز رهائن في بنك اللبناني في منطقة الحمراء، وأشارت إلى أن المسلح يحتجز رهائن يطالب بالحصول على ودائعه المجمدة، فيما حضرت القوى الأمنية والجيش إلى المكان ولكنها لم تدخل إلى البنك بسبب إقفاله من المعتدي. وأظهرت فيديوهات متداولة شخصا يحمل سلاحا نصف آلي دخل مبنى المصرف ويحتجز عددا من الرهائن. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلة الشرق مها أحطيطة. مها، أطلعينا على ما يحدث من خلال هذا الاقتحام أو الاحتجاز للرهائن من قبل المسلح. يعني العملية لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. الشخص المسلح الذي دخل إلى المصرف للحصول على وديعته والتي تبلغ حوالي 200,000 دولار هو يطالب بالحصول عليها. هو لا يزال في الداخل، معه سلاح بومباكشن وأيضا مادة البنزين المشتعلة التي قيل إنه رماها على الأرض، وهناك خوف من أن يتم يعني إشعالها أو حصول أي تطور في داخل المصرف. طبعا كان هناك محاولات للتفاوض معه من قبل عائلته أولا وثانيا من قبل الجيش اللبناني ليخرج من المصرف، لكنه حتى اللحظة لم يستجب لكل هذه المحاولات. طيب، من خلال عائلتي، هل سئلوا عائلته هل هذا الشخص شخص سوي؟ إذا كنت تسمعيني مها، كنت أسألك أن هذا الشخص هل هو شخص سوي أم من خلال فقط أن لديه أموال محتجزة في البنك هو يحاول استردادها بالقوة؟ طبعا حتى اللحظة ليس هناك معلومات عن صحته النفسية، لكنه بحسب الروايات التي سمعناها من الموجودين في محيط المصرف إن لديه أحد أقربائه أو أحد أفراد عائلته في داخل المستشفى، وهو يريد هذه الأموال لدفعها للمستشفى لإخراج هذا الشخص، وبالتالي هو قام بهذا الأمر للحصول على وديعته. كما نعرف في لبنان لا يمكن الحصول على أي وديعة، الودائع محتجزة في المصارف منذ عام 2019 وهي تقسط لأي شخص يريد الحصول عليها بقيمة أقل من قيمة الليرة اللبنانية في السوق، وبالتالي هذا الأمر قال البعض هنا دفعه للقيام بهذا التصرف، وهو حمل السلاح والدخول إلى المصرف للمطالبة بالحصول على وديعته. الأجهزة الأمنية متأهبة، هناك سيارة للدفاع المدني بحال حصول أي يعني جريح أو إطلاق نار أو تطور المشهد، وأيضا عناصر من الصليب الأحمر متواجدة بالإضافة إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي. الأعين تتوجه إلى كيف سيتطور المشهد، هل ستتمكن القوى الأمنية من إخراجه دون حصول أي يعني حدث أمني كبير، أو أن المصرف هذه المرة سيستجيب لهذا الشخص ويعطيه هذه الوديعة التي قال إنه بحاجة إليها جدا. إذن هذه الأسئلة هي برهن الساعات المقبلة. نحن ممنوعون من الاقتراب أكثر من المصرف بسبب يعني انتشار الجيش اللبناني ومخابرات الجيش التي تمنع الإعلام من الاقتراب أكثر. طيب، شكرا لك عموما من بيروت مراسلة الشرق مها أحطيط، وسوف نتابع معك هذا الأمر بكل تأكيد.